صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانونا رقم 18 لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا بعد إقرارها من مجلس الشورى ومجلس النواب ونص القانون على ما يلي المادة الأولى صدق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا الموقعة في مقر الإيكاو بمونتريال في الخامس والعشرين من سبتمبر عام 2019 والمرافقة لهذا القانون